صباح الخير يا حاج. صباح الجمال. اهلا اهلا يا صباح الفل. ايه ده؟ ايه الشنطه دي؟ الله، واحد الواحد يا حاج. لا اله الا الله. لو انت مكاني يا حاج وحد جه حط الفلوس دي كلها قدامك وقال لك بتاعتك وحلال عليك، بس بشرط انك تنفذ له طلب واحد، تنفذه؟ لا، حسب ايه هو الطلب؟ لو انت عرب السويركي والطلب منك انك تجيب رقبة المعلم عبد ربه وتاخد قد الفلوس دي مرتين، تفتكر عرب ممكن يعمل ايه؟ عرب ما يعملش حاجة وحشة، عرب راجل عمره ما يخون. تربيتي شفت عطف الشيخ فهيم؟ ما تجليش ابدا. الله عليك يا فهيم، الله عليك. بقول لك ايه، الحاجه دي تروح للخواجه بكره الصبح عشان تغيرته بالليل. يا حاج صعب، المغربيين مرشقه كمان في كل حته، ما بيخلوش حد يدخل ولا يخرج الا ما يفتشوه، بيدوروا على العيال ضربوا نار على السواح. طب وبعدين؟ ايه ده؟ هات الواد ده. قوم يا حاج. انت ايه؟ خبت يا عطوه؟ انا مش قلت لك 100 مره تنبه على الرجاله اللي بيحاطوا المكان، ما حدش يدخل ويخرج غير رجالتنا؟ نبهت عليهم يا حاج، قلت لهم ما حدش يدخل ولا يخرج. تمام يا حاج. مين الواد ده؟ وانت؟ ده الواد عربي السويركي ابن جلال. انت الواد ابن جلال السويركي؟ ايه حكايتك يا كمان؟ ابو الدهب بيدور عليك من الصبح في المغربلين عشان فقعت عين ابني، ودلوقتي جاي بتتنطط عليا. ايه حكايتك؟ جري العب بره يالا، وعسك عينك، اللي شفته هنا تنطق بكلمه عنه هتبيعك. انا مش عايل، انا راجل واقدر اطلع الحاجه دي بره المغربلين يا معلم، بس بشرط هاخد 1000 جنيه. انا هديك ال 1000 جنيه، بس قول لي هتطلعها ازاي؟ مالكش فيه بقى يا معلم، ده موضوعنا. وفي يا حاج؟ ايه الحكايه؟ لا خير، مفيش اي حاجه. خد خد يا عرب، خلي دول معاك، انا عايزك تروق نفسك كده وتدلعها كمان. خد امسك، خد يلا، وخلص العيال اللي في النيابه الاول. يلا بالسلامه. انت تسلم يا حاج. تسلم عيوني. سلام يا ده محمد، اندهلي جمال اطول بسرعه. عيب عليك يا عرب، واد راجل راجل، هي دي الرجوله اللي انا اعرفها.